أبشر في الرقود الأخيرة أحد الشعراء الرئيسية للمجتمع الدولي وأحد الجرائم الأكثر ربحاً في العالم. فالإتجار للبشر وحشة ذو عدة رؤوس تديره عصابات الجريمة المنظمة وانتهازيون مستقلون. This problem, which will result in increased, intensified detection and the prosecution. Our investigation يتعلق في الإتجار بالبشر هو أنها تعتبر مشكلة عالمية حقا وفقا للتحقيقات التي أجريناها وجدنا أن ضحايا عملية الإتجار بالبشر يأتون من 124 دولة ويحملون 152 جنسية أو مواطنة مختلفة. نحن اليوم نقوم بالإعلان عن وتدشين التقرير العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر والذي قد استند إلى التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي حيث أن هناك زيادة كبيرة للغاية لضحايا هذه الجريمة الذين يموتون ويفقدون حياتهم في البحر المتوسط بسبب هذه الجريمة النقراء. هذا الأمر يتطلب الكثير من الجهود المبذولة والتعاون الحقيقي في الكشف عن طبيعة الجريمة وتحديد عناصرها والمتورطين فيها وملاحقتهم قضائيا وأيضا معاقبتهم وتقديمهم للعدالة. المجتمع الدولي يتعاون ويحشد ويعبد وذلك تحت إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول الإضافي الخاص بمعاقبة الإتجار بالبشر.